هذا الجهاز الذي تروح أمامكم الآن ليس جهاز بصمة لتسجيل حضور وإسقاط موظفين، بل لطالبات في مدرسة حكومية بمدينة تعز اليمنية. ومعنا للحديث حول هذه الفكرة وأهدافها الأستاذة رجاء الدبعي مديرة المدرسة. أستاذة رجاء، هل لك أن تحدثينا عن هدف هذا المشروع وما الفائدة؟ هذا التطبيق تم بحمد الله وتوفيقه في مدرستنا كأول مدرسة حكومية. المستفيد من هذا التطبيق هو طالبات الصف الثامن والتاسع والعاشر بحدود 1500 طالبة. هذا التطبيق يستفيد منه أيضا ولي الأمر في معرفة حضور الطالبات وكذلك مستوى الطالبة، سواء مستواها العلمي في الدرجات التي يتابعها شهريا أو في نهاية العام الدراسي. شكرا أستاذة رجاء. برأيكم كيف سنقوم بالاستفادة من إدخال مثل هذه التقنيات؟ شاركونا تعليقاتكم.